بذات أبدا وما أظن الساعة القائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة يرسلونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وهو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فانخرط بها بدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا